ده بقى مع حضراتكم اكيد لازم نقول مبروك للاهلي الفوز على سيمبا التنزاني بهدف كان نظيف يوم الجمعه اللي فاتت في ختام هنا منافسات دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا. زي ما نقول كده او زي ما بيتقال حسم خلاص الاهلي بطاقه التاهل لدور الثمانيه في بطوله دوري ابطال افريقيا بقى بيليه او معاه سيمبا التنزاني بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعه برده الاولى. اكيد لينا كلام كتير عن المباراه، عن موسيماني، حاله اللعيبه، استعدادات الاهلي للمباراه كمان القادمه، ده كله ان شاء الله هيكون في الفقره الثانيه مع الاستاذ خالد الاتريبي. طيب ده على الصعيد الافريقي. محليا بقى الاهلي بيستعد لخوض عده مواجهات مهمه في المنافسات المحليه، هتبتدي طبعا بمواجهه النصر يوم الاربعاء الجاي ان شاء الله في اطار منافسات دور ال 32 في مسابقه كاس مصر، عشان كده ابتدوا امبارح التدريبات، لكن النهارده زي ما قرر بيتسو موسيماني هيكون اللاعبين في راحه سلبيه من التدريبات وفقا للبرنامج الموضوع لكل اللاعبين في ظل ضغط المباريات. طبعا على ان يستأنف الفريق تدريباته بكره ان شاء الله يوم الاثنين استعدادا لمواجهه النصر المقبله باذن الله. طيب بالنسبه بقى للعيبه اكيد محتاجين ان احنا نطمن ونطمن حضراتكم على حال اللاعبين، نروح للمصابين من الفريق تحديدا كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالاهلي قال الفحوصات الطبيه اثبتت اصابه محمد هاني بشد في العضله الضمه ولن يلحق هنا بمباراه النصر في دور ال 32 من بطوله كاس مصر، واشار كمان الى ان اللاعب هيخضع برنامج تأهيلي وعلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق لتجهيزه للمرحلة بقى المقبلة. وكمان أوضح كابتن سيد أن موعد إعلان جاهزية محمد هاني وعودته للمشاركة في التدريبات الجماعية ما تحددتش بعده، هيكون وفقا لتحسن بقى هنا يعني الحالة من خلال البرنامج العلاجي اللي بيخضع ليه. نتمنى طبعا أن هو يعود مرة تانية في أسرع يعني وقت. اما بالنسبه لياسر ابراهيم مدافع الفريق فواصل تنفيذ برنامجه التاهيلي للتعافي من الاصابه في العضله الضامه، الاصابه طبعا كان بيشتكي منها من فتره وكان قد تغيب عن مباراه سيمبا التنزاني في دوري ابطال افريقيا الجمعه اللي فاتت بسبب هذه الاصابه، وبينتظر الجهاز الفني نتيجه الفحوصات الطبيه اللي بيخضع لها اللاعب حاليا لتحديد موقفه من العوده الى التدريبات الجماعيه واعلان جاهزيته للمرحله المقبله ان شاء الله. طيب طمنا على محمد هاني وياسر ابراهيم. نروح بقى لوالتر بواليا مهاجم الفريق اللي غاب عن تدريبات برضو الفريق الجماعيه اللي كانت بالامس، وقال كابتن سيد ايضا ان اللاعب هيخضع لبعض الفحوصات الطبيه من اجل الاطمئنان على حالته يعني بعد شكوى متكرره كانت من اللاعب من الام في المعده. لا احنا اللاعبين عندنا بقى في حاجه احنا قاعدين نبخر الفتره اللي جايه واحنا داخلين على ماتشات مهمه سواء محليه ولا افريقيه.